الدور ديالك اليوم في المهرجان؟ إيمان ديما معايا، وحضور ديالنا في المهرجان هو شرف لينا. و بعد الدورة ديالو 20 وصل لواحد لا ماتوريتي، واحد النضج، ولا كيتعتبر تاريخ مهم في السينما العالمية. فأنا كان عندي مجموعة ديال هذا العام، هذه السنة بالضبط، كان عندي مجموعة ديال لي بروجي، ديال لي تورناج انترناسيونال في المغرب وخارج المغرب. وتحت لي الفرصة أنني نسول على المهرجان ديال مراكش في عيون ديال السينمائيين في دول واحدة أخرى. كلشي كيعرفوا، ما كاينش شي واحد ما كيعرفوش، كيف ما حنا كنعرفوا مهرجان البندقية، وكنعرفوا مهرجان ديال فينيز، وكنعرفوا كان، وكنعرفوا مجموعة ديال هذا. مراكش يعتبر محطة مهمة للسينمائيين في الأجندة العالمية. هاد السنة المهرجان منع المؤثرين من مرور طابي روج، شنو رأيكم في هذا القرار؟ ما قريت حتى شي حاجه كتثبت هذا القرار هذا، ولكن ملي خرج القرار نعطيك من ديك الساعه رايي. مي الا كانت بصح راه شي حاجه محموده. كصحفيه كتعاوني، لانها كتكون صادقه في النقد ديالها، هي صادقه، ما كتستعملش داك الدبلوماسيه اللي كتستعملها يمكن هي في خدمتها. انا كتكون معايا صادقه اكثر، فرايها كيهمني بزاف. إيمان، عبد السلام دائما عنده أدوار رئيسية، وكتجيك شوية الغيرة بعض المرات في الأدوار ديالو؟ ما يمكنش تجيني الغيرة من الأدوار ديالو. الأدوار ديالو ملي كيتقنا ما هو إلا نجاح، ما هو إلا اشتغال ديغيغ لا كاميرا، اللي كيتبرز قدام الكاميرا وكيكون نجاح خصني نكون فخورة به، ماشي الغيرة نهائيا. ما لبستيش القفطان اليوم؟ ما لبستش القفطان لأن ما حسبنيش غيلبسوا الناس القفطان، ولكن كاينة مفاجأة في لا كلوتور إن شاء الله. كنت بغيت تقول لها اليوم؟ نقول لها جات غزالة بحال ديما.